إذن تنطلق المباراة بصفرة الحكم السعيدي ومعها يبقى أو يبقى الأنصار ينتظرون ويترقبون مردود كل فريق فوق أرضية الميدان. البداية ستكون صعبة للفريقين، البداية ستكون حذرة دون شك في غياب، نذكر مجموعة من اللاعبين من جانب اتحاد العاصمة، نذكر غياب المدافع القوي بكاكشي بن زازا، بالعربي مزيان المعول عليه الذي يتألق في الجولات الأخيرة، واللاعب الغاني اللاعب أوبوكو الذي يغيب عن مباراة اليوم الذي تعرض إلى إصابة خطيرة، بينما من شباب قسنطينة يغيب كل من المدافع القوي أيضا بليلي بسبب كورونا، وحمزاوي بسبب العقوبة طرد في اللقاء الأخير أمام اتحاد بسكرة وتلقى بطاقة صفراء، عقب بثلاث مباريات في أول محاولة لاتحاد العاصمة داخل منطقة العملية، تغطية دفاعية جيدة وتدخل القائد مبارك ويبعد الكرة إلى الركنية أو الركنية قبل أن تصل الكرة بالقاسمي، كان في انتظار هذه الكرة ولكن التغطية والتفوخ كان من جانب مباركو القاسمي اللي سبق له أن تقمص ألوان شباب قسنطينة وشارك في رابطة أبطال إفريقيا لما توج شباب قسنطينة بالبطولة الوطنية الركنية أو الركنية لمصلحة الاتحاد في القائم الثاني، وخروج لاعب الحارس الرحماني الحكيم يمنح له الخطأ، خروج موفق ارتقاء جيد من الحارس الرحماني لإبعاد هذه الكرة، والانطلاقة ممتازة من لوصيف سريعة في وسط الميدان، شنيح يتركها لرفيق بالقاسمي توصل للوصيف، ينطلق لوصيف على جهة من العرقلة واضحة والتدخل والبطاقة الصفراء، أول بطاقة صفراء بعد التدخل القوي أمام الوصيف، هيثم من تدخل القائد هو الذي تدخل، مبارك زيدان هو الذي تلقى البطاقة الصفراء أمام سرعة التنفيذ من جانب عناصر اتحاد العاصمة، قلت مرتدات اتحاد العاصمة سريعة جدا، وكرة ثابتة زواري مبارك هو الذي تلقى البطاقة الصفراء، كان عليه القيام بالتغطية لأن صالحي كان موجود تقريبا في وسط الميدان لأن الهجوم كان خاطف وسريع من جانب عناصر اتحاد العاصمة، كرة ثابتة كرات كثيرة ثابتة تحصل عليها اتحاد العاصمة هذه المرة، الحكم سعيدي يطلب من الجدار احترام المسافة القانونية كشكل من يعيش، وأيضا من بن جهيرة كرة مرفوعة رأسية ولادك الأول ومباشرة يبدو داخل الشباك، كرة منفذة بدقة متناهية يتمكن اتحاد العاصمة وفرحة زواري بفتح مجال التهديف في الدقيقة 26 من المرحلة الأولى، زواري سنشاهد هل لمس أحد من لاعبين الكرة، نشاهد ولا أحد يلمس الكرة مباشرة داخل شباك مرمى الحارس الرحماني شمس الدين، ويتمكن اتحاد العاصمة من فتح مجال التهديف بكرة مباشرة ومن زواري منفذة بدقة متناهية مرت أمام الجميع وباغت الحارس الرحماني شمس الدين، واتحاد العاصمة يتمكن من فتح مجال التهديف في وقت حساس جدا من كرة ثابتة، استفاد من الكثير من كرة ثابتة خاصة الركنيات هذه المرة كانت ناجحة 100% من زواري، يتمكن من فتح مجال التهديف أمام طبعا حيرة المدرب حجار الشريف مدرب شباب قسنطينة، ثم الانطلاقة تحسين الدفاع من جانب اتحاد العاصمة، ثم الانطلاقة كرة مفتكة في وسط الميدان لمصلحة الشباب سريعة هذه الكرة توصل لمن اللاعب، لكن تدخل الدفاع الوصيف كان ممتاز، تدخل ممتاز أمامنا في هذه الصورة المكبرة، الوصيف هيثم تدخل وبعد الكرة إلى الركنية لمصلحة شباب قسنطينة منفذة داخل منطقة العمليات، إدوارد الحكم يقول ركنية أخرى، ولهذا قلت يعني لما الفريق يتحصل على ركنية إلا وتكون فيه ركنية ثانية وثالثة، الدفاع في عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الحارس أسامة بنبوط، القائد بوشينا أمامنا منفذة في القائمة الثانية هذه المرة، ما لحقش عليها ربيعي سعود دبيح أمام مجموعة من اللاعبين، غلق على نفسه ضيق على نفسه، كرة إلى رمي التماس لمصلحة شباب قسنطينة، كرة راح تكون طويلة داخل منطقة العمليات، بالفعل المدافع هو الأقرب إليها، دراجي هل سيسدد لكنها بعيدة تماما، بعيدة تماما دون تركيز من دراجي، جرب حظه واحدة من الحلول التسديد من خارج منطقة العمليات
الأمور عناصر شباب قسنطينة وجدوا صعوبة كبيرة داخل منطقة عملية الحرس. أسامة بن بوط يدل الحل هو التسديد، لكن الكرة مباشرة لا رمي التماس بالقاسمي مع رفيقه، تبقى لمصلحة الاتحاد محاولة التوغل والمرور، تبقى لمصلحة الاتحاد أمام مجموعة من اللاعبين. الحكم لا يترك اللعب يتواصل، الحكم يشير إلى مواصلة اللعب. تصل الكرة للرحماني يلعبها بسريعة مع رفيقه، ثم العودة إلى دراجي. الرحماني محاولة الضغط عليه من بالقاسمي، تمكن من إيصال الكرة لمصيبح والخروج عن طريق التمريرة الطويلة هذه الجهات النون. موجود قمرود، يصعد قمرود، حط كره ناحيه رفيقه لكوكبو، كوكبو كوكبو كوكبو، ولكن فقد توازن، فقد توازن البيبين البنيني ولم يتمكن من تصويب هذه الكره. كوكبو يعدل النتيجه في الوقت البدل الضائع في الثواني الاخيره من الوقت البدل الضائع. كوكبو كوكبو يتمكن من تعديل النتيجة وفرح على الطريقة الإفريقية لكوكبو، وبعد أخذ ورد داخل منطقة عمليات الحارس بن بوط يتمكن أخيرا شباب قسنطينة من تعديل النتيجة. هاي الإعادة لكيفية تعديل النتيجة من جنب شباب قسنطينة، كرة مرتدة من الدفاع وكوكبو في المتابعة يسدد بقوة ويتمكن من وضع الكرة في الزاوية الصعبة على الحارس بن بوط ويتمكن من تعديل النتيجة في وقت قاتل جدا. يتمكن شباب قسنطينة من تعديل النتيجة، وهكذا يعود شباب قسنطينة وكوكبو من بعيد ويؤكد على قوته كما قلنا منذ دخوله في الشوط الثاني. كوكبو أظهر إمكانية كبيرة، العرضية كانت من يتيم اللاعب البديل، كرة تسديدة كانت من ديب مرتدة من الدفاع، المتابعة من كوكبو يتمكن من تعديل